نتمناها إيجابية اليوم لفايدة الأفريقي. هذه الكرة خطيرة يخرج عادل، يلا يا نفسي مرة أخرى، تلعب بالنار يا عادل، تلعب بالنار، تلعب بالنار يا عادل. هدف في فايدة الهلال، هدف في فايدة الجميع في ملعب رادس. هفوة كبرى لا تغتفر من نفسي الكبير، كلف غالي نادي الهلال. كاريكا هو اللي استغل الهفوة، هو اللي سجل هدف التقدم للنادي الهلالي على حساب قلنا بديع، قلنا الاخطاء على مستوى الدفاع تكلمنا عليه وعودنا شيء هذا. شوفوا اللخبطه في دفاع النادي الافريقي، خروج غير موفق لعادل النفسي. شوف الكره هنا ترجع قدام اللاعب هيثم مصطفى اللي حضرها، رقم 6 اللاعب توماس، اللاعب توماس حضرها، واللاعب سادومبا في مكان متحرك اعاده للقطه. غلطه كبيره، اللاعب توماس يرجع الكره يمشي للخلف المليتي، التسديد جول، جول، هدف التعديل بالنسبة للإفريقي. كذا وراه زوز ملاعبية دخلوا في المباراة بعد البداية. وجدي المشرقي كيف الانطلاق في الختام وفي تكمل العملية كان خالد المليتي اللي بإصرار كبير، بإصرار كبير يتقدم كان يلوج على التسديدة، ساقه اليمين يشوط الكرة كونتري تضرب في إيزيكال وتدخل للشبكة. هدف ممتاز وممتاز جدا، هدف عالمي ما يخطرش. يعطي الحكم، يعطي مخالفة ضد أيمن السلطاني. أيمن السلطاني لا يا أيمن، لا يا سلطاني، فوضى الكل تلعب. هذه امور مدبره لانه مش معقول كل مره تتعاود نفس السيناريو. شوف يعني ضرب للحكام، يعني اشياء الاعتداء على الحكم مهم اللي بيتكلم غالي اللي Bari 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 b